السلام عليكم. اليوم راح نذكر لكم خمس ألعاب عرفت بأسماء غريبة في دول مختلفة. أول لعبة معانا هي لعبة بولي، طبعاً متأكد كثير منكم يعرفها ولعبها وحتى يتمنى الجزء الثاني لها. فكرتها أنك طالب في مدرسة داخلية وتصير أحداث متنوعة وتحاول تسوي شغب ومشاكل. صدرت اللعبة في بريطانيا باسم كانس كانم إديت، وتعني كلب يأكل كلب، يعني البقاء للأقوى. سبب تغيير الاسم أن كلمة بولي تعني المتنمر وبالتالي تدعو للتنمر، وأيضا بسبب اعتراض منظمات ضد التنمر. ثاني لعبة معانا هي لعبة Metal Gear Ghost Babel، واللي صدرت في عام 2000 على جهاز الجيم بوي كولر. وسبب تغيير الاسم إلى Metal Gear Solid هو لأسباب تسويقية فقط، وربطها بنجاح لعبة بلايستيشن 1 اللي هي Metal Gear Solid. ثالث لعبة معانا هي لعبة Mortal Kombat Deception، تعتبر الجزء السادس في السلسلة وصدرت عام 2004. في فرنسا تم تغيير اسمها إلى Mortal Kombat Mystification، والسبب أن كلمة Deception في الفرنسية تعني الأحباط، وطبعا ما راح يبطل لك اسم لعبة جديدة بالأحباط من بدايتها. رابع لعبة معانا هي لعبة، أو خلينا نقول جميع ألعاب Teenage Mutant Ninja Turtles، وطبعا هم سلاحف النينجا اللي اشتهروا في التسعينات. في أوروبا غيروا الاسم إلى اسم Teenage Mutant Hero Turtles بدل كلمة نينجا، لأن كلمة نينجا عند الأوروبيين تعني حاجة محرمة. آخر لعبة معانا هي لعبة سباقات الراليات في رالي. بكل بساطة تم تغيير الاسم إلى Need for Speed في رالي، عشان فقط يربطون اسمها باللعبة المشهورة Need for Speed ويستغلون نجاح المصاحب لها، واللي هي في الأساس ما لها أي علاقة بلعبة Need for Speed بأي شكل من الأشكال. وهذه كانت خمس ألعاب صدرت بأسامي مختلفة في دول مختلفة. قولوا لنا إيش رأيكم بالحلقة، وهل تعرفون ألعاب ثانية ما ذكرناها؟ اكتبوا تحت في التعليقات. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.